يعطيكم العافية صبايا، نحن بدنا نحل الفيرجن 2 من الامتحان. عندي projectile M1 0.5 كيلوغرام is launched at point O at T0 equal to 0 with an initial velocity V0. عندي projectile M1 بلش من هون، واضح انه الاكس 0 له equal 0 والواي 0 equal 0. الفي 0 and angle الفا ما بعرفهم، اوكي؟ واضح انه انا ماخذ الواي اكسس نزول. The launching point O is 2 meter above the ground. عندي هذا الجراوند ليفل، البوينت O هي مترين بعيدة عن الجراوند ليفل. بنفس الوقت اللي انطلقت فيه هيدي البارتيكل كبروجكتايل، عندي بارتيكل تاني M2 اللي هي موجودة على الجراوند، يعني الـ M2 بعيدة عن الـ O مترين. بنفس الوقت اللي بلشت تمشي فيها الـ M1 بلشت تمشي فيها الـ M2، اوكي؟ الـ M2 واضح عم تمشي ريكتيلينير موشن لأنه عم تمشي بشكل جالس، بس ما بعرف شو هو هالريكتيلينير موشن، هون هو يو ار ام يو اي ار ام. عندي ذا بارامتر، عندي الموشن اوف M1، واضح انه الـ M1 عم يمشي بروجكتايل. تيسهل علي عطيني البارامتريك ايكويشن للـ M1 اكس وواي. هلا انا قبل ما بلش نحن الواي اكسس نزول، يعني انا جي نزول، مزبوط؟ يعني انا لو كاني بدي اشتغل كنت حقول A equal جي جي، يعني انا الـ VY ما رح تطلع ماينس 10 تي، حتطلع بلس 10 تي. الـ Y of T ما رح تطلع ماينس 5 تي سكوير، حتطلع بلس. كلير؟ صبر ركزوا معي. أول شغلة أعطيني البارامتريك إيكويشن للـ M1. بيقول لي determine the magnitude of the initial velocity V0 and the launching angle alpha of the particle M1. طيب أنا V0 ما معي، عم بيقول لي بطلعي قيمة الـ V0 بطلعي angle alpha. بس ما أنا شو معي؟ أنا معي الـ X والـ Y. من هون الـ X والـ Y فيني طلع مين؟ VX و VY بالدريفاتيف. بس طلع VX و VY بالدريفاتيف لطلع V0 بيكفي عوض time T equal 0 فيهم. Clear؟ So x of t اللي هي 10 راديكال 3، so x of t هي 10 راديكال 3 t، y of t هي minus 5 t square plus 10 t. اوكي بعمل ديريفاتيف، اوكي يعني vx هي ديريفاتيف ل x prime، اوكي 10 راديكال 3، vy هي ديريفاتيف ل y prime، يعني minus 5 t square زائد 10 t prime. So which is equal to minus 10 t plus 10. Okay? So شو بيطلع الـ velocity vector at any time t? Which is equal to vxi plus vyj, which is equal to 10 radical 3 i plus minus 10 t plus 10 j meter per second. ما خلصتي لأن أصلا هو السؤال عم بيقلك طلعي لي v0. Simply v0 هي هيدا الـ v at t equal to 0. So v at t equal to 0 is equal to 10 radical 3i plus minus 10 0 plus 10 j is equal 10 radical 3i plus 10 j meter per second. هيدي هي ال V0. ما خلصتي لأنه هو عم بيقلك بده الماجنتيود وبده اللانشينج أنجل ألفا، بده طلع له هيدي واللانشينج أنجل ألفا. أنا بتوقع أنه هيدي الألفا تطلع نيجاتيف. ليش يا صبايا؟ اوكي اصلا صبايا خلينا نحن نشوف اذا هيدا منطقي الجواب او لا. اوكي خلينا نحن نشوف اذا هيدا الجواب هو منطقي او لا يا صبايا. اوكي صبايا انا كاتبتهم هون غلط، هي لازم تكون بلس 5 هون ماينس، بلس 5 هون ماينس، اوكي بلس 5 وهون ماينس، اوكي سو بلس 5 هون ماينس، بلس 5 وهون ماينس، اوكي سو هون ماينس. واضح انه الفيلوسيتي فيكتور ات ايكوال تو 0 عنده بوزيتيف في اكس نيجاتيف في واي. بيجي انا بتطلع هيدا الفيلوسيتي فيكتور اصغر انجل عاملها مع الاكس اكسس هي هيدي، فاذا بدي اجي اكتبه هو بيكون في 0 كوساين الفا اي زائد في 0 ساين الفا جي. خليني اتاكد من الساينز، هيدا الفي 0 رايح صوب البوزيتيف اكس اكسس سو بلس، هيدا الفي 0 رايح صوب النيجاتيف اكس اكسس واي اكسس، انه الواي اكسس نزول سو هوني ماينس، فعشان هيك طلع عندي هون بلس هون ماينس، سو انا شغلي مضبوط هون بلس هون ماينس. magnitude of V0 simply هي radical 10 radical 3 square minus 10 square. So it is equal to 10 radical 3. 10 radical 3 square. So 10 times radical 3 square. Okay. Plus 100. So it is equal to radical 400. is equal radical answer which is equal to 20. So طلعت 20. tangent alpha يا صبايا هي على طول y على x. So minus 10 على 10 radical 3. Okay.
minus 10 أصمي 10 راديكال 3 okay is equal to هون شفت هون بيطلع minus 0.577 okay يعني هون بس يكون في tangent هو جواب يعني بيطلع عندي two solution ألفا هون اللي بيطلع على الكالكوليتر شفت tangent answer okay so 10 okay 1 أصمي راديكال 3 ضرب minus 1 okay شفت tangent answer okay ألفا 1 بتطلع ناقص 30 ألفا 2 هي 180 plus ألفا 1 يعني 180 plus minus 30 is equal to 150 degree أي هي المزبوطة بجي أنا بتطلع كيف شكله هيدا الجراف أوكي بجي أنا أي هي المزبوطة بجي أنا بتطلع نحن معودين إذا كان عندي أنت من هيدا إذا عندي هيدا الألفا هيك إذا هيدا الفيلوسيتي فيكتور هيك بتكون الألفا اللي له بوزيتيف إذا الواي أكسس نزول اوكي هون الالفا بتصير نيجاتيف فانا الالفا لازم تكون عندي اياها نيجاتيف سو انا السولوشن المضبوط الفا هي از ايكوال تو ماينس 30 ديجري ناو ديتيرمين ذا اكسبريشن اوف ذا فيلوسيتي فيكتور اند ذا سبيد ات اني تايم تي اوكي سمبلي الفيلوسيتي فيكتور هو شو ديريفاتيف لهيدي سبيد هي العادي اوكي سو تو فيلوسيتي فيكتور اوكي اصلا نحن طلعنا يعني هو شو اكس برايم اي زائد y prime j يعني هي 10 radical 30 i plus 5 t minus 10 j speed which is equal to 10 radical 30 square 5 t minus 10 square meter per second clear? Deduce the acceleration vector simply the acceleration vector okay هو derivative لمين للvelocity vector okay derivative لا velocity vector derivative لهيدي صفر so 0i derivative لهيدي بتطلع 5 so plus 5j equal to 5j okay equal to نحن مغلطين بشغلة يمكن 5t square okay so لما أنا بدي أجي أعمل هون ال velocity vector هون 5t square okay هون ال velocity vector صبايا 10t قصدي okay so 10t okay هون مش مغلطين نحن 10t okay 10 هون okay So, لما بيجي بعمل derivative okay plus 10j equal to 10j يعني هي عمليا gj هيدا شيء منطقي لانه انا مختار الواي اكسس نزول determine the equation of a trajectory معي الx والy simply من هون بطلع t وبعوضها بالy okay so simply we have okay من الايكويشن للx عندي هي x على 10 radical 3 بعوضها بالايكويشن للy which is equal 5t square minus 10 So which is equal 5t squared minus 10t equal x على 10 radical 3t squared minus 10x على 10 radical 3t. Okay, 5x squared على 10 radical 3t squared minus x على radical 3t. Clear? بكل بساطة. طيب, خلينا نعمل save. Okay, طيب. Determine the time needed by M1 to reach the maximum height مثل العادة لحتى الM1 توصل على الماكسيموم هايت هيدي النقطة عندها characteristic Vy equal to 0 اوكي بعدين نطلع الماكسيموم هايت التايم اللي بيطلع معي بعوضه بالY of T هتطلع الY of T negative لأنه أنا بهيدا اوكي So number 4 اوكي Vy equal to 0 equal to 10T minus 10 equal to 0 applies that T equal 1 y of t equal to 1 is equal to 5 t square minus 10 t. So 5 t square minus 10 t equal to 5 minus 10 b1 is equal to minus 5 meter. يعني أنا هاي البوينت أوكي الواي اللي إلها هي minus 5 so maximum height هي 5 clear؟ خلينا نعمل new slide أوكي so maximum height so the maximum height اوكي ايكوال تو شو تو 5 متر طيب صبايا اوكي ديتيرمين ذا تايم اوكي ديتيرمين ذا رينج كفرد باي ام 1 صبايا الرينج هو هي المسافه لحتى البارتيكل توصل على نقطه عندها نفس الواي مثل النقطه اللي انطلقت منها طيب النقطه اللي انطلقت منها قد ايه الواي اللي لها صفر مزبوط ولا لا سو النقطه اللي انطلقت منها قد ايه الواي اللي لها صفر نحن اوكي النقطه اللي انطلقت منها قد ايه الواي اللي لها صفر النقطة اللي بدها توصل لها قد ايه الواي اللي لها كل صفر هيدا هو الرينج